ولمناقشة ما ورد في هذا التقرير تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، مرحبا بكم. لو تحدثنا عن الأمن الغذائي، هل يمتلك العراق فعلا مقومات الاكتفاء الذاتي دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة أنه سياسة الاكتفاء الذاتي هو أكيد مطلب ملح حتى تحقق هذه الدول وبالأخص العراق استقلالية في القرار السياسي، وبالتالي تكون في منأى عن كل أنواع السلوكيات والابتزاز من الدول الأخرى اللي قد تكون هذه الدول هي التي تتصدر وتتصيد القرار السياسي بأن تكون هي المسؤولة في صياغته. فبالتالي الاكتفاء الذاتي يبعدنا عن كل هذه المشاكل كما ذكرتم في تقريركم، ما بين حرق الأراضي الزراعية وما بين تدمير محصول الطماطم وما بين نفوق الأسماك والدجاج، حرق المكانات اللي خاصة بها، وبالتالي أيضا التمور قبلها، تراجع إنتاج التمور، كل هذا هو كنا نستطيع أن نحقق بواسطه اكتفاء ذاتيا كبيرا يجعل من اقتصاد العراق سياسة جديدة، هي سياسة التنوع. هذه سياسة التنوع لم يراد بها أن يصل بها العراق، وبالتالي أقصي عن هذه السياسة بواسطة مجموعة من الأشياء أو العثرات التي وضعت أمامه حتى كي لا يحقق هذا كله. بالتالي نحن أمام مشكلة اللي هي عدم وصول إلى اكتفاء الذاتي. نعم. طيب دكتورة، وزارة الزراعة صرحت، قالت أن هناك من يعبث بمقدرات المشاريع الحيوية ومنها طبعا قطاع الدواجن، من المستفيد من هذا العبث؟ أكيد هناك جهات كثيرة مستفيدة، وأكيد هنالك جهات لديها صلات في الجهات الإقليمية والجيران العراق وإلى آخره، وبالتالي يعطيها فد نفس محاولة إرجاع العراق دائما إلى الوراء وبالتالي القيام بمثل هذه المشاكل. هناك نقطة أساسية مهمة نحن ما نبغيه من كل هذا، أنه هي خطة العراق الخمسية حتى نحقق الرفاه الاقتصادي، يجب أن ينمو الاقتصاد بمعدل 7% ومنها 2024 أو قبلها بشوية. اللي حدث الآن أنه آخر توقعات لصندوق نقد الدولي بعد هذه الحرائق وبعد هذه المشاكل التي حدثت، كان التوقع الآن إلى أنه يصل النمو الاقتصادي في كانون الأول 2019 المتوقع 2.7%. هذا سوف يتنافى مع الخطة العراق الخمسية اللي هي تبتغي وصوله إلى 7%، وبالتالي سوف لن يتحقق رفاها اقتصاديا. وهذا الشيء عندما لا يتحقق سيبقى العراق في دائرة بعيدة كل بعد عن نوع من أنواع التطور الاقتصادي والسياسي وإلى آخره، لأنه سيبقى يدور في دائرة وفي فلك دول أخرى هي التي مسيطرة على العراق ومسيطرة على اقتصاده، وبالتالي سوف لن يكون هنالك لا حكم رشيد، ولن تكون هنالك قطاعات تستثمر، ولن يكون دور القطاع الخاص، وسيتراجع الاقتصاد إذا بقي الوضع على هذا الحال. طيب دكتورة، نحن نشاهد عبر الشاشة نفوق الأسماك خاصة الذي حدث في محافظة بابل. دكتورة، كلما خرجت تصريحات بوصول العراق لحد الاكتفاء الذاتي تندلع هناك حرائق، بداية من نفوق الأسماك المفتعل ومرورا بحرائق الحنطة، اليوم وصل الأمر إلى الدواجن في الدجاج وبيض المائدة. لماذا لا تقوم الحكومة في العراق بواجبها لحماية مقدرات الشعب العراقي؟ وأنت قلت قبل قليل أن مسألة الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى قرار سياسي. تمام صحيح. يعني هي اكو فد نقطة أيضا أساسية، لو إذا تتبعنا المؤشرات الاقتصادية والسياسية التي تصدرها المنظمات الدولية وإلى آخره، نجد نقطة أساسية مهمة. كلما تعطي مؤشر إيجابي نحو تطور الاقتصاد العراقي في الأشهر المقبلة أو في هذه السنة أو السنوات القادمة تحدث مشكلة في هذا المجال، ونلاحظ تحدث مشكلة أين؟ في مسألة التنوع الاقتصادي ليس النفط، لأن النفط
مسألة مفروغ منها، وبالتالي نحن الآن لا نريد أن نبقى اقتصادا ريعيا، وبالتالي يحدث ما ذكرت حضرتك أستاذ محمد بالنسبة إلى نفوق الأسماك وإلى آخره. نعم هذا صحيح، لأن هذا التنوع يراد به أن يتم إرجاعه إلى الوراء، وبالتالي يعني نلاحظ أنه حتى التوقعات ل 2024 للصندوق النقد الدولي هو عبارة عن حوالي 1.8% النمو الاقتصادي، وهذا يعني مستند على أساس أنه سنحقق حوالي 8% في 2020. ما دام ذكرت هذه النسبة سيتم أيضا إحداث مشاكل وخلق بعض المصاعب هنا وهناك حتى يتم أيضا إرجاع العراق إلى خطوات إلى الوراء، وبالتالي نحن نعلم أن العراق ليس له قرارا سياسيا، والقرار السياسي مرتبط بالاقتصادي، فبالتالي لا يمكن أن يعني أن يصاغ أو أن يغير أن تغير الأحوال باتخاذ قرارات من قبل الدولة، لأن الدولة أساسا هي ضعيفة هشة، وأساسا البرنامج الحكومي لم يحقق سوى نسبة قليلة من إنجازه، قد لا تصل إلى 10% كمعدل لكل المشاريع. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.